الأسماء حقيقة لتونس. كرة إلى فرجاني، يلا يا فرجاني، يلا يا فرجاني، أنت تلعب لنادي عالمي اسمه النصر السعودي وستشارك مظاهرة عالمية خطيرة. دييغو اخرج يا بلبولي، الله على المنتخب التونسي، خلاص خلصت، راحت الكرة. 1-0، 1-0 لإسبانيا، 1-0. ياغو أسباس يفعلها في مرمى النصور بعد خطأ، بعد أن عمل كل شيء الدفاع والحارس، عادوا لكن لم يشتتوا الكرة. تتقدم إسبانيا بهدف، معلش، في الدقيقة 84 إسبانيا تفعل عن طريق مهاجم السلتا فيغو ياغو أسباس اللي سيسجل له التاريخ. لا أدري ما سجل وسيسجل له التاريخ بأنه أول هدف بقميص منتخب إسبانيا، لا هو خامس هدف في مباراة دوري رقم 10. شوف الخطأ، وينك يا بن علوان، وينك يا بن علوان؟ مار دييغو كوستا في المرة الأولى، خروج في غاية الروعة من البلبولي، سكر الزاوية، بن علوان عاد، ماذا تفعل من هناك؟ لكن في النهاية هذا هو هذا هو اللي حدث طبعا، وتقدمت إسبانيا بهدف عن طريق ياغو أسباس، عن طريق ياغو أسباس اللي يسجل خامس أهدافه الدولية، هدف يعني لا عن بال ولا على الخاطر. إسبانيا تسجل بتوقيع ياغو أسباس، ياغو أسباس لاعبان أمام دييغو كوستا، كان بإمكانه أن يبعد الكرة من أمام دييغو كوستا. ياغو أسباس